إن اختياركم لهذا الموضوع لدليل على مدى إدراككم بمستوى التحديات التي تواجهنا جميعا والتي يستلزم رفعها توفير كل شروط بناء اقتصاد متنوع بعيدا عن سياسة الاتكال على ريع المحروقات، مما سيسمح بالارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي ورفع مستوى صمود الاقتصاد الوطني تجاه الأزمات الاقتصادية لمواجهة المنافسة العالمية التي تزداد حدة يوما بعد يوم.